مين فينا ما اتفرجش عن البحث عن نيمو؟ سمكة نيمو الشهيرة جدا، ليها شعبية كبيرة بين الغواصين ومحبي الأسماك البحرية خصوصا في البحر الأحمر. السمكة دي في الحقيقة بتعيش في المية الدافية بين الشعاب المرجانية، بتتغذى على اللافقريات الصغيرة، وفي كلام كتير قوي منتشر انه للأسف سمكة نيمو مهددة بالانقراض، وده بسبب التغيرات المناخية. طبعا كل ده جميل، يعني فكرة ان احنا نحافظ على الاسماك المهددة بالانقراض ده شيء جميل جدا، لكن ان نلاقي منظمة اسمها منظمة نيمو الاغاثية ده اللي انا بصراحة مستغربه. لكن خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور محمود معاطي، مدرس الاحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة. دكتور صباح الخير. صباح النور يا استاذ محمد. يا اهلا بحضرتك. ايه القصة يا فندم؟ ايه الكلام؟ ايه قصة السمكة نيمو؟ يعني عايزين نفهم اكتر عنها وتعرفنا هي بتكون موجودة فين، بتعيش فين، وليه مهددة بالانقراض؟ بص يا استاذ محمد، سمكة الكلاون فيش او سمكة المهرج، طبعا هي المشهورة بسمكة نيمو، هي اسمها سمكة المهرج، فصيلة من الاسماك اللي بتعيش في المنطقة الدافئة في المحيط الهندي، في البحر الاحمر، في الحديد المرجاني العظيم في استراليا، تعيش في البحار، تعيش في البحيرات الضحله، مش موجوده في المحيط الاطلسي. الميزه الوحيده اللي موجوده في سمكه نيمو مش موجوده في اي سمكه ثانيه، انها بتعيش معيشه تكافليه، تبادل منفعه مع احد انواع الشعاب المرجانيه الرخوه، لان عندي نوعين من الشعاب المرجانيه. طب صوت حضرتك مش واضح يا دكتور محمود. بقول حضرتك بتعيش معيشة تكافلية، سامعني كده حضرتك؟ تمام. اه يا فندم اتفضل. بتعيش معيشة تكافلية مع أحد أنواع الشعاب المرجانية الرخوة أو الشعاب المرجانية اللينة، بحيث إن هي الشعاب دي بتفرز مواد لاسعة سامة بتصطاد بيها الأسماك علشان تتغذى عليها، ما عدا سمكة نيمو اللي ربنا مديها ميزة إن عليها طبقة من الهلام أو مادة هلامية يعني على جسمها بتقلل تأثير اللسعات بتاعت المبسطات اللي احنا شايفينها على الشاشة بتاعت الأسماك بتاعت الشعاب الرخوة دي. بيحصل بينها معيشة تكافلية. سمكة نيمو أو سمكة المهرج، بقى نتكلم كلام علمي، سمكة المهرج بتتغذى على النفقريات زي ما حضرتك قلته، وبتتغذى على الممصات أو اللوامس الميتة بتاعت سمكة بتاعت حيوان شقائق النعمان أو حيوان الأنيمون. وفي نفس الوقت بقايا الغذاء بتاعت سمكة المهرج بتديها لشقائق النعمان عشان تتغذى عليها. سمكة المهرج بتبيض من 600 ل 1600 بيضة حسب عمر السمكة، كل سمكة ما بتكبر في السن كل عدد البيض ما بيقل. الذكر هو اللي مسؤول عن تجهيز العش، هو المسؤول عن نعم. بيكون سنها قد ايه السمكة؟ السمكة بيوصل سنها لغاية 17 سنة. الذكر هو المسؤول عن العش، هو المسؤول عن حراسة البيض، هو اللي مسؤول عن تنظيف المية اللي موجودة في البيض. كمان البيض الفاسد الذكر بياكله، البيض بيفقس بعد من 9 ل 10 أيام من تخصيبه. في ذكر وأنثى هم اللي موجودين بس في المستعمرة، هم اللي مسؤولين عن موضوع وضع البيض. بعد كده كل فرد من المستعمرة من البيض اللي بيفقس يعني بيروح يعمل مستعمرة تانية لوحده. في ميزة برضو موجودة في سمك المهرج الكلاون فيش، ان هو احنا اتضحك علينا في فيلم نيمو بصراحة، يعني ان الانثى لو ماتت في خاصية اسمها خاصية تغيير الجنس في بعض انواع الاسماك البحرية، من اشهرها سمك المهرج. فبيبدا الذكر يتحول جنسيا الى انثى، ويبقى هو الانثى المسيطره، وبيطلع احد الصغار من تحت، ويبقى هو الايه الذكر اللي بيقوم بالتزاوج والانجاب. طب ده ما يخليهاش مهدده بالانقراض بقى؟ هي مش مهدده، هي مهدده بالانقراض، هو اكبر خطر عليها الانسان طبعا، لان ما فيش حد عنده حوض تربيه سمك الا وعنده سمكتين كلاون فيش. طب خليني اسالك يا فندم، هل مثلا النور المتزايد الصناعي اللي ممكن يكون بطول الشعاب المرجانيه بالليل ده بيأثر على يمكن تكاثر سمكه المهرج نيمو؟ لا، مش للدرجه، بس هو التغير المناخي عامه بيأثر على الشعاب المرجانيه
لان الشعاب المرجانيه من الحيوانات الجالسه اللي هي مش بتتحرك. فلو حصل ارتفاع في درجه الحراره، لو حصل تحمض محيطات، لو حصل تلوث، لو حصل عقاره، لو حصل اي تاثير على الشعاب المرجانيه، فالسمك بيبدا يهاجر ويدور على مكان تاني. السمك والثدييات البحريه زي الدرافيل زي انما الشعاب كائنات سيسايل جالسه ومش بتقدر تتحرك، فهي اللي بتاخد الصدمه كلها بتاعه التغير المناخي او التاثر اللي حصل على المنطقه. مشكله سمك نيمو ما عندوش، او سمك البهلوان ما عندوش اي وسيله للحمايه غير ان هو يخش بين المجسات بتاعه شقائق النعمان علشان يحتمي بالماده اللاذعه اللي جواها. فلو بعد عن العش اللي هو مستعمرات شقائق النعمان اللي هو عايش فيها بيتعرض للافتراس، خاصه ان هو الالوان بتاعته بتبقى زاهيه. النوع بتاع اللي احنا شفناه في فيلم نيمو ده كان بتاع الحاجز المرجاني العظيم في استراليا، احنا النوع بتاعنا عندنا في مصر اللي هو الاصفر في اسود الوانه زاهيه، فبيبقى جاذب للاسماك فبيتعرض للافتراس بصوره سريعه. خاصه زي بعض العلماء بيقولوا ان ذاكره السمك مفيش، يعني فلو الكلاون فيش بعد عن الانيمون من متر ونص لمترين مش بيعرف يرجع للعش وبيتعرض للمهاجمه وللافتراس. فالتاثير بتاع التغير المناخي على بيئه الاسماك هو اللي بيهدد الكلاون فيش بالانقراض. طيب دكتور، هل في قوانين تجرم صيد هذه السمكه؟ اغلب انواع الاسماك بتاعه الزينه بتاعه اسماك الشعاب المرجانيه غير مصرح ليها بالصيد الا بتصريح معينه. فلو في حد معهوش تصريح صيد اسماك زينه ملونه واتمسك معاه صفقة أسماك، ودي بتحصل كذا مرة عندنا في البحر الأحمر، وبيتمسك ناس معاها أسماك زينة، بيتم التعامل معاهم قانونيا على طول. دي حاجة ما فيهاش مشاكل، لأن البيئة البحرية تحت عاملة زي السلسلة. لو فقدنا حلقة منها السلسلة كلها بتتكسر. فما ينفعش إن أنا آخد أسماك الزينة اللي هي أسماك الشعاب المرجانية، أسماك الملونة بتبقى أسماك شعاب مرجانية، بيبقى ليها دور في البيئة بالتكافل، بالتبادل المنفعة، بالتغذية، بالتنظيف، اكل. وعشان كده بندي تصريحات لصيد هذا النوع من الاسماك لبعض الصيادين وصيادين تانيين لا، عشان نحافظ على الموجود يعني. والتصريح بيطلع بعدد معين، ما بيطلعش ان هو يصطاد بالبلدي كده عمال على بطال، لا ده هو ليه برضه عدد معين من الاسماك ان هو يقوم بصيدها، علشان ما ينزلش يعمل صيد جائر لاحد الانواع او لمجموعه من الانواع نرجع ما نلاقيهاش ونرجع نفقد حلقات من السلسله الغذائيه البحريه اللي موجوده عندنا في البحر. طيب يعني احنا يا دكتور كده بنتكلم ان نسبيا نسبه انقراضها مش عاليه، يعني هنا المشكله مش صعبه قوي، لكن بنتكلم انه ممكن تنقرض او المشكله تكبر في المستقبل، صح؟ انا فاهمه صح ولا لا؟ لا حضرتك بتتكلمي صح. لو فضلنا ماشيين على نفس المعدل بتاع صيد اسماك الشعاب المرجانيه او صيد الاسماك الملونه هنيجي في وقت من الاوقات مش هنلاقيها، لان احنا ما بنديش فرصه للاسماك بالتكاثر وتعويض الفقد في المخزون السمكي. فخاصه ان احنا عندنا احنا في مصر عامه بنحب السمك المبطرخ. السمك المبطرخ ده اللي هو السمك الحامل للبيوض بتاعه السنه الجايه. فبنصطاد السمك في موسم او قبل موسم وضع البيض، فما بنديش فرصه للسمك ان هو يحط البيض اللي هو السمك بتاعنا اللي احنا هناكله السنه الجايه، فبنصطاده بالبيض بتاعه. طبعا بنقلل المخزون السمكي ده على اي نوع بقى، انا مش بتكلم على الكلاون فيش، انا بتكلم في العموم. فما بديش فرصه للبيئه البحريه والانواع السمكيه اللي موجوده تحت ان هي تعوض الفائد في 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 المخزون اللي انا بصطاده. فلازم يبقى في خطه على مستوى الدوله ان احنا نحدد مواسم التبويض واماكن التبويض، لان في بعض الانواع بتقوم بالهجره من اماكن لاماكن ثانيه علشان تبيض. فلازم احدد الانواع والاماكن والاوقات بحيث ان انا اربط الثلاث عوامل دول ببعض، بحيث ان في موسم الوضع البيض بتاع النوع الفلاني البربوني مثلا، فبمنع صيد البربوني في الموسم بتاعه 4 و5 و6 في المناطق الضحله علشان يبيض فيديني مخزون للسنه الجايه. انما الناس اللي هواة الصيد والصيادين المحترفين بيبقوا عارفين ان المواسم بتاعت وضع هي دي النقطه بقى المهمه، ان زي ما حضرتك ذكرت كده لازم يكون في خطه من الدوله ولازم يكون في تواصل مع الصيادين.
مش بس كده، يعني انا عندي الجهات العلميه، يعني مثلا معهد علوم البحار، جهاز شؤون البيئه، المحميات البحريه، المحافظات الساحليه، حرس الحدود، مخابرات حرس الحدود، جمعيات الصيادين، الاهالي. لازم يبقى في حمله توعيه كبيره. احنا طبعا في المعهد بنقوم بدورنا، بس دي عايزه المحافظه تتعاون معانا، الدوله تتعاون معانا، يبقى في خطه توعيه. طب من خلالنا يا دكتور، لو تقول نصيحه كده يمكن للناس كمان اللي بتحب تاخد الانواع دي من السمك وتحطها في احواض السمك عندها في البيت، سواء دي النيمو او الجولدن فيش، السمكه الذهبيه والكلام ده كله، تقول لهم ايه؟ يعني خلينا نرفع الوعي هنا من خلال البرنامج، تحب تقول لهم ايه؟ احب اقول لهم بمنتهى البساطه يا جماعه، السمكه دي عايشه في البحر او في بيئه بحريه، بيئه مفتوحه، بيئه واسعه. انت لما بتاخدها من البيئه بتاعتها دي اول نقطه، بتحطها في حوض السمك عندك. حوض السمك عندك ده حجمه قد ايه؟ فاول حاجه مش هتقدر توفر لها الظروف البيئيه اللي هي عايشه فيها، سواء من درجه حراره، سواء من حركه تيار، الانتقال المياه ده بينظف حوالينها، بالاضافه الى انك بتحطها في بيئه ضوئيه صناعيه. احنا عندنا في البحر السمكه بتبقى عايشه في البحر، الدنيا بتنور بالنهار وبتظلم بالليل. حوض السمك بيبقى منور 24 ساعه، ده بيأثر على السمكه فهتموت عندك. بالاضافه الى ذلك ان السمكه ليها ظروف معينه عايشه فيها وغذاء معين. ما نطلعش سواء اي حيوان سواء بحري او غيره بره البيئه اللي هو متعود يعيش فيها. بنشكرك دكتور محمود معاطي، مدرس الاحياء البحريه بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقه، كل الشكر ليك يا فندم.